السلام عليكم. دونك نحاولوا في هذا الفيديو نديروا تصحيح 80 3 صفحة 50 من كتاب في رحاب الرياضيات ديال اولا باك علوم تجريبية، الدرس ديال العموميات حول الدوال. اذا المطلوب عطاونا واحد الدالة عددية، ما عطاوناش مجموعة التعريف ديالها وقال لنا ان مبين مكبورة بجوج، العدد جوج، ولكن هنا ممكن نحدد مجموعة التعريف ديالها. نقدروا نقولوا هنا د دو اف شنو هي، هي دونك غير كتذكير، هي اكس كاين تسمى الاغ مجموعة الاعداد الحقيقية، بحيث اكس زائد واحد خاصها تكون كبر او يساوي زيرو. صافي، اذا اكس كاين تسمى الاغ بحيث اكس مالها كبر او يساوي ناقص واحد، اذا هو المجال ناقص واحد زائد ما لا نهاية. اذا غنقول ليكن اكس ينتمي للمجال ناقص واحد زائد ما لا نهاية لدينا. ما معنى مكبورة بشي عدد؟ خصني نمشي نقارن نبين بلي اف دو اكس صغر من داك العدد، باش نبين غنمشي ندير الفرق، ندير اف دو اكس ناقص داك العدد، اف دو اكس ناقص جوج كيساوي هي جوج ناقص جذر مربع اكس زائد واحد، كنعوض اف دو اكس، وهنا ناقص اتنين، جوج ناقص جوج هي زيرو، كتبقى لي هنا ناقص جذر مربع اكس زائد واحد، بما ان جذر مربع x زائد واحد كي داير موجبة، فإن ناقص جذر مربع x زائد واحد صغر أو يساوي صفر. إذا f دو x ناقص جوج كي دايرة، شكون اللي كيساوي ناقص جذر مربع x زائد واحد؟ هي هادي f دو x ناقص جوج سالبة، ومنه ما يكون x كينتمي للمجال ناقص واحد زائد ما لا نهاية، f دو x صغر أو يساوي جوج، وبالتالي f عفوا مكبورة بالعدد جوج. أوكي، نهاية حل التمرين.